برعاية السيد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء واحتفاء بيوم وزارة الثقافة وتحت شعار ذاكرة وطن، افتتح وزير الثقافة محمد الأحمد مهرجان يوم وزارة الثقافة في دار الأسد للثقافة والفنون بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والفنية. سوريا كانت دائما تجتاز كل هذه المحن والمصاعب بفضل ثقافتها العريقة، بفضل انتمائها إلى ثقافة عريقة تخصها أكثر مما تخص أي أحد آخر. يعني الحرب التي مررنا فيها كان القلم فيها أشرس من البندقية، وكانت الأدمغة أكثر أو أشد فتكا من القنابل الموقوتة، كذلك كانت القنوات الإعلامية المغرضة يعني أكثر تأثيرا من الصواريخ العابرة للقارات، لكننا انتصرنا. هذه الدار اليوم تمثل أيضا ولادة جديدة بإطلاق وإعادة الحركة الثقافية للإنتاج الفني والجمالي والإبداعي في سوريا. يوم الثقافة هذا ليس يوم واحد، هو عبارة عن أسبوع يمتد هذا الأسبوع على جميع الأرض والجغرافيا السورية. كل الفرق الشبابية، كل فرق المسرح، أفلام السينما، فرق الموسيقى، الفرق الفنون الشعبية، نحن الآن في عرس ثقافي وإبداعي وفني. هذا العرس هو رد السوريين على هذه الحرب، وهو العلامة الفارقة على أن السوريين نفضوا غبار هذه الحرب والآن يتشيحون برداء الفن والجمال والإبداع كما كانت سوريا وكما ستبقى إن شاء الله. الحرب على سوريا هي كانت حرب ثقافية أولا، حرب لمحو هاي الذاكرة، هذا التاريخ الكبير. اليوم وزارة الثقافة عم تقدم دورها بالمحافظة على هاي الذاكرة، بالمحافظة على هذا التاريخ الكبير لا 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 ثقافة سورية عريقة. ثقافة اليوم قدمت أو بلد قدم للعالم كله أول نقطة، قدم أول أبجدية، بلد ممتد عبر آلاف السنين ومتجدر بالثقافة. تضمن الافتتاح معارض عديدة لعدد من الفنانين، حيث قام الحضور بجولة على المعارض التي ضمت إرثا ثقافيا عريقا، كما تم تكريم شخصيات كان لها دور كبير في المسيرة الفنية، ومن الأسماء حسين عبد الكريم علي، ذياب مشهور، دكتور راتب سكر، سليم صبري، سمير الحسين، دكتور عبد الهادي أحمد نصري، عبد الفتاح عوض، فادية خطاب، ممدوح الأطرش، الدكتور محمد زين، نزار صابور، ونعيم حمدي. جئنا من السويداء، من جبل سلطان، جئنا من جبل العرب الأشم، جئنا لنشارك فرحة الجماهير في هذا الحدث التاريخي، يوم الثقافي العالمي. فالثقافي هي عنوان حضارات وبوابة العبور إلى الحضارات. نعتز بهذا الجمع الوطني الذي يشارك في هذه الفرحة. جئنا لنكرم إخوتنا الذين يكرمون من الكرماء. طبعا الذاكرة لا تمحوها كل المصاعب وكل الأحداث التي ألمت في بلدنا الحبيب، فالوطن يبقى في الذاكرة، والذاكرة تنشط بفعاليات الكوكبة والفلة من الأدباء والمثقفين الذين يعتبرونهم أعمدة الحضارة في أي بلد. سوريا أرض الحضارات، لم تتوقف فيها عجلة الثقافة يوما، وعلى مدار سنوات الحرب الظالمة كانت الفعاليات مستمرة بصروح عظيمة وتحت سقف وطن لا يعرف الهزيمة بإرادة شعبه وقوة جيشه.